السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شيواتم دعاء. اليوم ان شاء الله نحضر معكم كيكه ديال التفاح اللي كتجي رائعه واكثر من رائعه كما كتلاحظوا معايا. الاهم مقادير بسيطه ومتواجده عندنا في كل بيت. بسم الله على بركه الله، غنبداو مع طريقه تحضير المقادير. في نفس الوقت عندي هنايا 4 البيضات اللي انا خرجتهم من الثلاجه من قبل، ما يمكنش نستعملوا البيض يلا خرجناه من الثلاجه، او حليب او اي حاجه كتكون في الثلاجه، راه اي حاجه درناها ما كتنجحش لينا. خاصنا باش تنجح لينا اي كيكه او اي حاجه حنايا بغينا نحضروها نكونوا قبل خرجنا من الثلاجه. بالنسبه كما لاحظتوا معايا درت 4 ديال البيضات وضفت ليهم قبيصه ديال الملح وضفت كاس ديال السنيده وكنخلطوا داك الخليط. عاد كنبداو نضيفوا تدريجيا الزيت شويه بشويه وحنا كنخلطوا. عندي هنايا كاس ديال الحليب، حتى هو غنضيفوا تدريجيا. مقادير كما كتشوفوا راه بساط، اي واحد يحضر، حتى طريقه ديال التحضير هي بسيطه. الانسان ما يتخوفش، اي مبتدئه واي وبنياتنا كما كنقولها دائما، اي حاجه بغينا نديروها راه ما تخوفوش منها، غير يكونوا الاهم مقادير مضبوطين. كما كتلاحظوا معايا راه اي حاجه انا لما حضرتهاش في البيت ديالي لوليداتي راه ما يمكنش نتقاسمها معكم، حيت هذا الشيء كيبقى تقليد ودين، واي وصفه حطيناها انما خاصها تكون ناجحه باش هذوك الاخوات ما يضيعوش لهم تمام المقادير، بالاخص بانه ولا هذا الغلاء راه خاص الانسان اي حاجه حطيناها كنحطوها مضبوطه ونتقاسمها مع الاخوات، وربي حتى هو كييسر لينا. هنايا الخليط كما كتلاحظوا معايا وضعته في واحد البول او اي حاجه عندكم سوبيره ولا اللي كان، الاهم انه كما كنقول لكم مقادير تكون مضبوطه. هذا هو السر ديال انه باش تنجح لينا الكيكه، ما كيبقاش فاش نخلطوا او نخلطوا بفوي او بالخلاط، ما كاين حتى شي مشكل. هنايا عندي واحد 2 ساشيات ديال الخميره او 2 خمارات ديال الحلوى من فئه 7 غرام، يعني 14 غرام. هنا بالنسبه للدقيق انا عابره وين عبره قدامكم بالكاس، الكيسان دائما كيسان ديال العنبه، العبار بالكيسان ديال العنبه. هنا درت 2 كيسان ديال الدقيق وغنضيف نصف كاس كما كتلاحظوا معايا، يعني المجموع اللي هزات ليا الكيكه ديال الدقيق 2 كيسان ونصف كما تلاحظوا معايا في الصوره. وكيبقى على حسب كما كنقولوا نوعيه ديال الدقيق. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الكيكه واكيد غتنجح معكم كما كينجحوا معكم جميع الوصفات ديالي اللي كنقدم لكم. وتنبغى نشكر جميع الاخوات اللي الحمد لله كيجربوا الوصفات ديالي وكتنجح ليهم، هذا الشيء كيفرحني والله وكيخليني نزيد نعطي اكثر واكثر. واي حاجه انايا لم حضرتهاش كما كنقول دائما في البيت ديالي ومع وليداتي راه ما يمكنش تقاسمها معكم. بالنسبه للمول، اي مول عندكم ديال الزاج او ديال القراصه اللي استعملت انا، غير واحد سميتو اللي كنستعمل انا هو ما كنستعملش الدقيق، كندهن المول بالزبده او دهنه بالزيت، كنرشو بالفينو كما كنقولوا الدقيق ديال القمح، الفينو سبيسيال، حيت بزاف الاخوات كل وحده وكيفاش ماشي السميده الاخوات، الفينو سبيسيال كنرشو داك المول صافي، كنصبو فيه الخليط، لان الكيكه الا درنا الدقيق هذه دائما ديروها الاخوات بالتجريب، راه هادشي اللي كندير انا الكيك ديالي. بالنسبه للاحسن كيكون هذاك الفينو احسن من الدقيق، الدقيق ملي كطيب لينا الكيكه كتجي بيضه من التحت والفينو كتجي مذهبه كتعطينا داك اللون كما غتلاحظوا معايا ان شاء الله. فالكيكه ملي غادي تطيب غتجي رائعه لا شكلا ولا مذاقا ان شاء الله، غادي تجربوها وغتردوا عليا. والهلي حاشمنا. بالنسبه للتفاح راه غادي نستعمل هنايا شي 2 تفاحات، ولا ما غاديش نستعملوا الكميه كامله عفوا. كنقطعوا التفاح كما كتلاحظوا معايا من النصف وكننحيدوا له داك كما كتلاحظوا معايا، ولكن الاهم انه التفاح نقطعوا شرائح رقيقه. الا قطعناه
غليظ راه غينزل ليكم ملي كتبدا تطلع الكيكه، كينزل هذوك الشرائح ديال التفاح وما كتنجحش معكم الكيكه. هادو كلهم ملاحظات كيكونوا مزيانين، وان شاء الله الا تبعتهم راه غادي تنجح معاكم حتى المبتدئات. حنا كنا باقي المبتدئات وكنتعلموا اخوات كاملين مع بعضياتنا، والانسان اللي عطى شي حاجه يعطيها كما كنقولوا دائما بصدق وكل شيء، وربي راه كيبارك ويسخر للجميع. هنا قطع التفاح شرائح رقيقه، غادي نستفو نتوما بالطريقه اللي عجباتكم على شكل هكا ورده. غندير دائره وغادي ندير كما غتلاحظوا معايا في الصوره الشرائح ملي كيكونوا رقاق الاخوات، راه ملي كنديروا الكيكه في الفران راه ما كينزلوش لينا. وإلا كانوا سميتو إلا قطعتهم غلاط غادي ينزلوا، هي كتبدا تطلع الكيكه وكينزلوا. صدقوني راه كتجي واحد الكيكه اسفنجيه ورائعه ورطبه، وملي غتجربوها غتحكموا. واخا غنشكرها ما نعطيهاش الحق ديالها، لان واحد المقادير هي غير مكلفه، ولكن كتجي في المنظر ديالها وفي الشكل ديالها وحتى في المذاق كتجي راقيه. قدموها لحبابكم وليداتكم، لما لا، الانسان كيدير داك شي حاجه يديرها لراسو بعدا هو الاول، وعادي جاو الحباب مرحبا الف مرحبا لكل واحد. وبالنسبه للاخوات اللي تيكونوا موظفات راه ماشي عيب الانسان هكا ما تيكونوش مساني، الله يحسن العون. ديروا بحال هكا كيكه وكتدخلوها الكونجيراتور كتبقى يعني ما كتخسر ما حتى شي حاجه. بالنسبه للاخوات اللي ما تيكونوش في الدار، امال الاخوات اللي في الدار راه اي حاجه تقدر تصيبها. وكنبغي نشكر دائما الاخوات اللي مدعميني، والله العظيم لا تعليق ديالكم اللي كتفرحني وكتحفزني، والله كتخليني نتقاسم معكم اي حويجه درت انايا كنبغي نتقاسمها معكم. بالنسبه للفرن، الفرن انا دائما كنقول لكم اي كيكه درتها راه تندخلها الفرن بارد، كان حتى كنكمل الكيكه ديالي عاد كنشعل الفران، عندي الفران ديال الغاز عاد كندخل الكيكه ما كنجهدش لي، وكنحسبوا ليها نص ساعه حتى للساعه الا ربع، يعني ملي ما كنجهدوش الفران الا جهدتو ضروري الكيك كديروا واحد اللاطه عاد كتحطوا المول ديالكم باش ما تيكونش باش ما كتلهبش ليكم الكيكه من التحت، وكتجي الطياب واحد ما كنشعلش على نهائيا الفوق، كانش على التحت، وديك الحراره هي اللي كتخليها كتذهب من الفوق وحتى من التحت، حتى طريقه الطياب كتلعب دور الاخوات. انا دائما كنقول لكم في جميع الفيديوهات ديالي راني ما كنشعلش فران قبل على الكيك، كنشعلو حتى كندخل الكيكه، وكنديروا هنايا داك الشكيل على شكل وريضه، كتجي كيكه راقيه في الشكل ديالها وفي المنظر وحتى في المصروف. يعني بهذا الغلاء اللي ولا دابا راه ما يمكنش نديروا شي حاجه اللي نمشيو على قد الجيب. هنا رشيت عليها هذيك الساشيه ديال السكر فاني ديال الزا ودخلتها الفرن، كما قلت لكم جا الشكل ديالها رائع، و حتى اللون ديالها جا مذهب. دائما كما كنقول لكم اسميتو اي حاجه دخلنا الفران كنردوا البال، ولكن ما تحلوش الفران الاخوات، ما تحلوش الفران حيت الا حليتو الفران كتهبط لكم الكيكه. بالنسبه للزين كما كتلاحظوا معايا عندي معلقه او جوج معالق ديال الكونفيتير، عند هنا من الفوق اللي غيعطي واحد اللمعه ويعطي واحد الشكل رائع، غيزيدوها جماليه. وغادي ان شاء الله نقطع معكم واحد الطريف وغادي تشوفها كيفاش جات اسفنجيه ورائعه، لا في الشكل ولا في المذاق، وحتى بالنسبه انها حيتها بسهوله من المول ما لصقات معايا ما حتى شي حاجه. ان شاء الله اخواتي غتجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم، بالاخص انها المقادير ديالها رخيصه وبسيطه ومتواجده في كل بيت. بالنسبه للاخوات اللي معايا في القناه ما تبخلوش عليا باللي جيم والبارطاج، لمالا لا عجبكم الفيديو. وبالنسبه اللي كيشوف القناه ديالي اول مره يشاركوا في القناه باش يتوصلوا باي جديد، وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتحضروها لوليداتكم اكيد غادي تعجبكم. وشكرا لكم اخواتي.
شكرا لكم للي معايا في القناة وللي انضموا القناة جداد، شكرا لكم ألف شكر، وكلمة شكر قليلة في حقكم.